استثمارات كبيرة ومبادرات تجارية خاصة في المنطقة التي تتعلق بالقرن الإفريقي، هناك الاستثمارات الأمريكية كذلك في القارة الإفريقية، فرنسا لربما اللي هي أقرب إلى القارة الإفريقية من حيث البعد اللغوي الثقافي الجغرافي، في حاجة ماسة إلى دولة تمكنها أن تكون بمثابة الوسيط الذي يعرف القارة الإفريقية، الذي له علاقات واتصالات قوية بكل القيادات الموجودة في إفريقيا، وهي في حاجة أن ضمان استمرارية استثماراتها في القارة الإفريقية لن يتم إلا عبر البوابة المغربية. لكن على الجانب المغربي أن يدرك نقطة جد مهمة، أنه فعلا الاستثمارات الأجنبية مهمة، هي تخلق فرص شغل، هي مهمة بالنسبة للمغرب، لكن يجب أن يتدارك في ذلك مسألة العجز التجاري، لأنه إذا رأينا أن مشكلة المغرب الحقيقية اليوم هي مسألة العجز التجاري فيما يخص المبادلات مع هذه الدول الكبيرة. أنا لا أخاف على المستوى الاستثمار، يعني المغرب يعني مؤخرا تم تصنيف مثلا مدينة الدار البيضاء في المرتبة السادسة من بين أكثر 10 مدن في العالم من حيث التكاليف الإنتاجية في العالم، وهذا مؤشر جد جيد بالنسبة لمنطقة أو بالنسبة لمدينة مغربية. هناك كذلك استثمارات لكبرى الشركات، لكن حاجة ماسة اليوم أن يتم تدارك ذلك في كل من فيما يخص اتفاقيات التبادل الحر أو فيما يخص المبادلة التجارية الثنائية بين الدول، لكي يتم تخفيف عجز الميزان التجاري في المملكة المغربية. كميل الساري، بعد تونس والمغرب سيأتي الدور على الجزائر في زيارة لرئيس الوزراء الفرنسي، الذي يعترف كما قلنا أن حصص السوق الفرنسية في المغرب في إشارة ضمنية إلى إفريقيا بدأت تتآكل، يعني في مواجهة دول عملاقة كما أشار إلى ذلك الأستاذ يونس كالصين اليابان دول أخرى. هل يعني القدرة الفرنسية الاقتصاد الفرنسي أصبح عاجزا على الدخول إلى هذه الأسواق التي كانت يعني تعتبر أسواق تقليدية بامتياز تاريخيا بالنسبة لفرنسا؟ يمكن أن أقول أنني كنت شاهد على هذا التراجع عبر زيارات مع شركات فرنسية، وكنا يعني نتعب كثيرا للتواصل مع الشركات والمؤسسات الإفريقية، ليس لأنها كانت هناك معارضة لهذه الشركات، لأن هذه الدول الفرنكوفونية التي عندها علاقة يعني متينة مع فرنسا كانت مجبرة لقبول المواد الصينية لأنها بخست الثمن، ولكن هذا التراجع يرجع قبل كل شيء إلى ضعف النسيج الصناعي الفرنسي، هذا مهم. والنسيج الصناعي الفرنسي لا يتحكم فيه يعني بعصا سحرية لا السيد فرانسوا أولاند ولا ساركوزي ولا شيراك ولا أي أحد، يعني هذا مشكل التصنيع في فرنسا، يعني وكنت أراها في كل المعارض واللقاءات أن عديد من الشركات الفرنسية بيعت إلى ما يسمى بمجموعة الأغاخان في إفريقيا، وكذلك إلى اللبنانيين كانوا من أصل من حاملي الجنسية الفرنسية أم لا، وهم يعني اللبنانيون كانوا داخل هذه البلدان الإفريقية بجنسية هذه الدول، وكانوا يستعملون عدة أساليب جد مرنة للتعامل مع الفرنسيين، وبيعت عديد من الشركات الفرنسية وتراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا، ولكن لم تكن هناك سياسة، أخطأت الدبلوماسية الفرنسية لما ظنت بأن هذه الدول الإفريقية أنها يعني ربما عندها تبعية مطلقة مع فرنسا لحكم العلاقات السياسية. تغيرت هذه العقلية الفرنسية الآن في الاستثمارات أم لا زالت نفس العقلية في كان يجب التشجيع الصناعات التحويلية، وهذا هو يعني هذا هو محتوى الكتاب الذي انتهيته تقريبا حول هذه العلاقة الثلاثية بين أوروبا وتحديدا فرنسا إفريقيا ودول المشرق، أن كان يجب تصنيع وربما استباق الصين في هذه الساحة. الصين عندها مصنع واحدة وهي تدفيق السلع بخس الثمن واستيراد المواد الأولية، وفرنسا كان عليها أن تأخذ اتجاه آخر أكثر ربحية ويكون فيه يعني علاقات مفيدة للطرفين.
نعم الفكرة واضحة. لازلت معنا من العاصمة المغربية الرباط الأستاذ أيون، أستاذ يوسف القراوي الفيلالي. يعني المغرب والعاهل المغربي طور في السنوات الأخيرة سياسة نحو أفريقيا، سياسة نشطة، توغل في أفريقيا، عودة للاتحاد الأفريقي. يعني بهذه الزيارة كيف برأيك ترى فرنسا الدخول المغربي إلى الأسواق التقليدية التي كانت ربما مرتعا لفرنسا؟ هل تراها يعني فرنسا بعين الرضا أم ربما ترى فيها منافسة كبيرة بالنسبة لاستثماراتها في القارة الأفريقية؟ بكل صراحة هناك مصالح مشتركة بين فرنسا والمغرب، لأن المغرب في كل سنة يستقطب أكثر من 2 مليون سائح فرنسي. هناك 900 شركة فرنسية في المغرب تشغل أكثر من 100,000 يعني مغربي. يعني هناك معادلة اليوم، وفرنسا فهمت أنها يجب أن تقوم بمجهود كبير لكي تسترجع مكانتها مع المغرب، بالخصوص أن فرنسا إذا رجعنا لبعض السنوات الماضية مخطط الإقلاع ساهمت فيه، وهو نجاح كبير لإقلاع الاقتصاد الوطني من حيث الصناعة، من حيث يعني كل ما يتعلق بالأنظمة المعلوماتية، الخدمات الإلكترونية، المغرب ما توفر على لغات، لدينا كفاءات إلى آخره. اليوم فيما يتعلق بمشروع الإقلاع الصناعي، فرنسا فهمت أنها يجب أن تتدارك التأخير ويجب أن تساهم بفعالية مع المغرب في هذا المشروع، خصوصا أن المغرب اليوم يتوفر على سياسة إفريقية رائدها هو الملك محمد السادس. إذن وهو يبحث يعني عن شراكات جديدة تكون رابحة لكلا الطرفين. هناك نقطتين أساسيتين أرغب أن أشير إليهما، هو أن المغرب اليوم ليس فقط يعني منفتح على البحر الأبيض المتوسط، بل هو بوابة نحو إفريقيا حتى جغرافيا، لأن عندما نرى حتى مذكرة التفاهم نرى نقطة أساسية وهي محاربة يعني الهجرة السرية، لأن المغرب جغرافيا يمكنه أن يتحكم حتى يعني في مسألة مهاجرة الإفريقيين، الأمن إلى آخر هذه المسائل بكاملة مهمة. هناك نقطة أخرى، أن المغرب يتوفر على يد عاملة بكلف محفزة، يعني الاستثمارات الفرنسية في المغربية يمكن وأن تدير ربح كبير على فرنسا، والدولة الفرنسية تعي بهذه المسألة. نقطة أخرى أساسية، هناك الوكالة الفرنسية للتنمية، وهي اليوم تتقرب من صندوق إدارة كبير في مجموعة من القطاعات الحيوية، العقار، السياحة، التسريع الرقمي، لأنها تعي بأن المغرب يحرز تقدمات مهمة في هذه المجالات، والمغرب استطاع أن يبرم مجموعة من اتفاقيات مع مجموعة من دول إفريقيا وخصوصا دول غرب إفريقيا، علما أن المغرب يعني سينضم إن شاء الله إلى هذه المجموعة، وهو رائد ويتوفر بالخصوص على كفاءات علمية وتقنية في مجالات الرقمنة ومجالات الطاقة المتجددة. نعم، يعني في نفس الإطار يعني الشباب والتعليم كما أشرت إلى ذلك سيد يوسف القراوي، شكل موضوعا أساسيين في هذه الزيارة، عدد من الاتفاقات تطرق إلى هذا الموضوع بالتحديد. نسمع قبل أن نواصل النقاش إلى تصريح رئيس الحكومة المغربية ثم نواصل النقاش. المجال الأول هو مجال الشباب، وصفه قاطرة للتنمية ومستقبل المجتمعات. المجال الثاني هو الابتكار، لينوفاسيون، الابتكار باعتباره محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سياق عملاء متزايدة قوية. المجال الثالث هو مجال الهجرة. سيد القراوي، سمعت لما قاله رئيس الحكومة المغربية، يعني التعليم والشباب في المغرب، هل هذا يعني أن وضعية التعليم سواء كان في المستويات الابتدائية أو حتى الجامعية مستوى كارثي في المملكة المغربية؟ والتعليم اليوم لدينا يعني مخطط لإنعاش الشغل وحتى للنهوض بالتعليم ولإصلاح إصلاح التعليم المغربي. هناك نقطة أساسية يجب أن ننتبه إليها، يعني التمويلات المتعلقة في تحفيز ودعم الشباب من أجل التشغيل هي تقريبا 50 مليون أورو. 50 مليون أورو تدخل في غلاف، في كلفة تعقول، في غلاف مالي إجمالي يبلغ 370 مليون يورو فيما يتعلق بالشركات الإجمالية.
بالنسبة للموضوع ديال التكوين، المغرب اليوم يعني له إصلاح، له برامج. المشكل عندنا في المغرب يعني التعليم الابتدائي، هناك اختلالات في التعليم الابتدائي. أما فيما يتعلق الأمر في يعني التعليم بالمدارس العليا الحرة أو حتى العمومية، المغرب يتوفر على معاهد عليا في عدة اختصاصات تتعلق بالتسيير، بالتدبير، بالتكنولوجيات، بالرقمنة، بالأنظمة المعلوماتية. المغرب له كفاءات عليا فيما يتعلق ب يعني التعليم العالي. هناك بالفعل هناك اختلالات تتعلق بالتعليم الابتدائي، وحتى السفير الفرنسي قالها يوما ما صراحة، قال بأن دوره في المغرب اليوم هو تعزيز وتكريس دروس اللغة الفرنسية في يعني المدارس الابتدائية. إذا فرنسا لها حتى سياسة تتعلق بالتعليم الابتدائي في المغرب، ولكن أظن أن المغرب يعني أحرز مجموعة من التقدمات وهو رائد فيما يتعلق بالتعليم العالي، سواء كان التعليم العالي الخصوصي بالمعاهد والمدارس العليا الخصوصية أو حتى التعليم بالمدارس العمومية والجامعات المغربية. وهناك مع العلم أن هناك عدة شراكات مع جامعات واتفاقيات دولية. شكرا جزيلا لك يوسف القراوي الفلالي، رئيس وعضو مؤسس للمركز المغربي للحوكمة والإدارة، ومعك نأتي لختام الجزء الأول من برنامج الأسبوع الاقتصادي. وقفة مع فاصل إخباري ثم نعود لمواصلة النقاش في الجزء الثاني من البرنامج، فابقوا معنا.